الحكم يطلق صافرته معلنا بداية شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. ليفاندوفسكي اللاعب بيجرب الكرة لكن من مسافة بعيدة. ضربة ركنية لريال مدريد. إبعاد ناجح لهذه اللقطة. كرة بتتحول من المدافع إلى خارج الملعب، رمي التماس. ألكسندر لاكازيت يضعها في المرمى. يا الله على كرة في المرمى، ما هذا الأداء؟ فارق الأهداف في الأربعة الآن. ها هي إعادة الهدف الجميل مرة أخرى. شوف الإنهاء الممتاز، نشوف كيف تم وضع الكرة داخل الشباك رغم حجم الضغط الموجود في اللعبة. 5 أهداف مقابل هدف واحد، 4 أهداف تفصل بين الفريقين. يتقدم إلى الأمام. غير قادرين على الاحتفاظ بالكرة. هنا يتحول الاستحواذ للفريق الآخر. نيمار الآن مع لاكازيت. نيمار وفرصة هدف الآن. مستحيل اللعبة، كم أصبحت الغلة الآن؟ ما هذا الهجوم؟ ما كل هذه الأهداف؟ الله على روعة الأداء الهجومي. نشوف الآن إعادة الهدف، ألاحظ الدقة الكبيرة في التسديد وتروح أسفل العارضة مباشرة. صعبة جدا تصدي لكرة بهذه الدقة في التصويب. تدخل ناجح هنا لاعتراض الكرة. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. زوبوسلاي دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. يتقدم بالكرة. الخطورة مستمرة والكرة في المرمى بدون أي مشاكل. يضع الكرة بدون مضايقات، الكرة في المرمى. نشاهد الإعادة هنا، شوف الطريق المفتوح أمام المرمى الخالي وكأن لا أحد يهتم بالدفاع عن المرمى. ريال مدريد يستعين بدكة الاحتياط الآن. المباراة واضح في طريق واحد، الفارق كبير في النتيجة. بيلينغهام ويسلي شنايدر نيمار وفرصة هدف الآن. الكرة في المرمى. يا الله على قوة هجومية خيالية ضاربة، هجوم لا يكل ولا يمل من تسجيل الأهداف. شوف الإعادة، انطلق لوحده لم يتمكن أحد من إيقافه، استغل المساحات، سجل بمجهود فردي. يا سلام على هذا الهدف. برأيي بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. خطأ على ريال مدريد. ثلاث دقائق متبقية على نهاية المباراة. فاول على ريال مدريد.
نيمار بيلينغهام تصويبة كانت من مسافة بعيدة بتصافر نهاية المباراة والنتيجة السيئة للضيوف بخسارة المباراة.